انطلاقة بوفق أعزاء الجمهور والحضور الكريم. شوط غزوان للجهاد المهجن الأصيل الحارس مشعل بن علي العطية وتيو باشلو، محاولات وإعازات من الجهة الخلفية في محاولة لظليم من الجهة الداخلية. فوت برينتين دساند المهندس حسن علي عبد الملك وسليم غلام، والصدارة تذهب إلى معدي بشكل جميل وقوي. أحمد حسن الملك لجاني جون باتيس هامر خطوة بخطوة ومحاولة، والكل في محاولة لأخذ الصدارة 900 متر، والصدارة مع منتصر علي بن سعيد جفال النعيمي ورونان تومس الوصافة الجواد رقم 9 معدي أحمد حسن المالك لجهني ومتعب علي صعق، ومحاولة أيضا من قبل الجواد فوت برينت ان ذا ساند المهندس حسن علي عبد الملك وسليم غلام. المنعطف الأخير بالاتجاه إلى خط النهاية لوسيل قادم مربط الجريان والقطري فالح بغنيم، ولكن لا تزال الصدارة مع منتصر ورونان تومس ومعدي من وسط الجهات. محاولات للحارس من الجهة الخلفية، ولكن معدي ملك السيد أحمد حسن المالكي لجهني وتشوباتي سامر معدي لوسيل في الترتيب الثاني والسار في الترتيب الثالث. ونتائج الشوط السادس، شوط غزوان للجهاد المهجن الأصيل جاء بالمركز الأول الجواد رقم 4 معدي ملك السيد أحمد حسن المالكي لجهني، والفارس جون باتي سامول والمدرب حامد أحمد المالكي لجهني. مبروك بتوقيت وقدره دقيقة و24 ثانية. في الترتيب الثاني جاء الجواد رقم 2 لوسيل والكسادة مربط الجريان والقطري فالح بغنيم. في الترتيب الثالث جاء الجواد رقم 8 سار ملك السيد محمد عبد الله مبارك بن عبود المعاطيد والفارس جيرالد أفرانش. وفي الترتيب الرابع جاء الجواد رقم 1 الحارث ملك السيد مشعل بن علي بن محمد العطية والفارس تيو باشلو. وفي الترتيب الخامس جاء الجواد رقم 5 منتصر ملك السيد علي بن سعيد الجفال النعيمي والفارس رونان تومس. ألف مبروك لأصحاب المراكز المتقدمة وحظا أوفر للذين لم يحالفهم الحظ. أعزائي الجمهور ابقوا معنا لمشاهدة ما تبقى من السباق والإثارة. Thank you.